أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة السائل من الجزائر يقول فضيلة الشيخ، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً، هل هذا الحديث صحيح وما معناه؟ هذا الحديث صحيح لكنه شاذ، مخالف للأحاديث التي هي أصح منه، ولذلك لا بأس بلبس الذهب المحلق كالخاتم والأسورة والقلائد وغير ذلك لإجماع المسلمين على ذلك، فهذا يعتبر حديثا شاذا لأنه يخالف ما هو أصح منه من الأحاديث ويخالف ما عليه عمل المسلمين. نعم.